طيب خلينا نروح سريعا بقى البيت السناري واللي من المفترض انه هيستضيف ليله نوبيه. طبعا بيت استضاف بيت السناري الاثري بحي السيده زينب بالقاهره، يتابع لمكتبه الاسكندريه بالتعاون مع مجموعه نوبيات وجمعيه المبدعين النوبيين احتفاليه تدشين اول فعاليه مجموعه نوبيات تحت عنوان ليله نوبيه. مجموعات نوبيات هي مجموعه بتهتم بالحفاظ على التراث النوبي ونشر الاهتمام بالحرف اليدويه النوبيه والمشغولات وتطويرها بما يوائم المجتمع المحيط. تمام سيدات، ان احنا اتفقنا ان احنا نجيب شغل مش لازم نوبي، بس احنا علشان كلنا من بلاد النوبة سمينا الجروب نوبيات، لكن احنا يعني ده اول ستيب بالنسبة لنا. اتفقنا ان احنا الاظهار نشاطنا لان هو اصلا معرفي، لان في ناس كتير ما يعرفوش النوبة. احنا الجيل اللي هو يعني الجيل اللي اتولد في التهجير، فده اثر فينا ان احنا لا عارفين لغتنا ولا قادرين ننمي تراثنا ولا عارفين حرفنا ننميها، فاتلمينا على بعضينا احنا 8 سيدات عملنا اللي هو يعني نواة لجمعية هي اسمها نوبيات. هدفها الاساسي ليه هدفين، هدف احياء تراث وتطويره، والهدف الثاني اننا نعرف المجتمع وبالذات الصغيرين. النوبة موجودة من زمان جدا، وانا كنت عايزة اعرف النوبة يعني ايه، هي النوبة بالظبط، وكنا بنسمع في المدرسة كتير عن النوبة، فانا جاي هنا عشان اعرف اكتر عن النوبة، ايه اللبس اللي بيلبسوه، زمان كانوا عاملين ازاي، ايام ازاي دخلوا ازاي مصر يعني خدتهم كده يعني. هي فترة التهجير بعرف بيها الناس، طبعا الناس كتير ما تعرفش ايه اللي حصل في فترة التهجير وازاي النوبيين مشوا من اماكنهم ومن بيوتهم واراضيهم. فبحكي بشوية صور يعني بتعبر عن المعلومات اللي انا عرفتها.